بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم شباب؟ معاكم جيمز ديزاينر. هذا هو الدرس الخامس من دروس لعبة السيوف، وفيها بإذن الله راح نستعرض معاكم طريقة جديدة من الطرق أو إضافة طرق جديدة لاستخدام سلاح آخر، يعني بحيث إن لما يكون عندي أكثر من سلاح كيف نقدر ننوع بسحب السلاح هذا والاستفادة منه، الاستعانة بالسلاح الجديد بدل السلاح السابق. طيب هنا راح نروح إلى الأكترز وإلى نظام الأسلحة البيس ويبن، وراح نختار شايلد مثل ما اخترنا شايلد هنا وسميناه باسم سورد، فراح نختار من هنا كرييت شايلد، وهذا راح أسميه غريس سورد. تمام، راح أفتحه هنا، بإمكاني أحدد من هنا السيف عن طريق تحديد آيتم ستاتيك مش، ومن عند هنا ستاتيك مش راح أبحث عن السيف من ضمن السيوف الجديدة اللي أنا قمت بتحميلها بالفايل بالحلقة الأولى باسم غريت سورد. هذا هو. الآن راح نفعل عملية العظمة الخاصة بالسلاح الثاني نفس اللي عملنا مع السلاح الأول. الطريقة كالتالي: نروح إلى اللاعب نفسه، ثم نروح إلى العظام، وهنا ناخذ الاسبان 1 نفس الاسبان اللي احنا عملناه مع الأول، ونقول له add socket. الاد socket الثاني هنا راح نسميه باسم great sword back، وراح نختار من هنا السلاح الثاني من add preview، فنقول له من هنا great sword. طبعا راح نختار static mesh، وراعي انك تعدله يكون بالخلف. طبعا عملية التعديل هذه راح اتركها لكم، فانت اخذ وقتك بالتعديل فلا تستعجل، يعني شوية السلاح كبير ولكن مو مهم، اهم حاجة يكون سلاح يفي بالغرض. يعني خليه كذا مثلا، طبعا لا تخليه يلتصق باللاعب بحيث انه يدخل في العظمة بشكل كبير حتى لا يصير تشوه بينه وبين اللاعب. حلو، بالنسبة لي كذا ممتاز. لو جينا هنا حنشاهد انه مترابط مع اللاعب بشكل حلو، فنقول له هنا اوكي، وننسخ اسم العظمة اللي احنا قمنا فيها، قمنا بتكوينها. الان نرجع الى Grace Sword هنا، ونحدد الكلاس ديفولت، ونروح الى الاتاش ساكت، ونضيف اسم العظمة اللي احنا قمنا بتفعيلها، نقول له كومبايل او سيف. برضه راح نرجع الى العظام نفسها، ونروح الى الرايت هاند هنا مثل ما فعلنا بالسلاح الاول، فنقول له هنا هاند رايت، ونروح الى رايت هاند ونضيف له اد ساكت، ونسمي هذا الساكت باسم هاند جريت سورد ساكت، ولا تنسى عملية نسخه. الان من عنده هنا راح نضيف له بريفيو، راح يكون جريت سورد. تمام، الان عملية تعديل، وهذه مهمتكم طبعا انك لابد تعدل موضع السيف حتى يكون مناسب مع اليد. ونرجع برضو الى الجريس سورد هنا، ونروح الى الانيشاليزيشن ونضيفه، نضيف اسم العظمة هنا، فنقول فقط كومبايل وسيف. طيب الان بعد ما انتهينا من تكوين السلاح الثاني، طبعا ما نقدر الان عملية السحب الا عن طريق الانيميشن اللي احنا اضفناه في الدرس السابق، ولكن بهذه الطريقة احنا راح وضعنا السلاح الثاني خلف اللاعب وليس عند خصره. لذلك راح نروح الى الاكترز هنا، وراح نروح الى البيس ويبن لان هو اللي راح يتحكم بالاسلحة مثل ما قلنا. ومن هنا الفاريابلز راح اضيف تو فاريابلز، الاول باسم انتر كومبات، من عند نوعية هذا راح اضيفه عند انيم مونتاج، راح اختار اوبجكت ريفرنس، وراح نختار من هنا دبليكيت، وهذه نغيره الى اكزيت، يعني عند الدخول في الكومبات وعند الخروج منه. اشيل الصفر بس ونخليه عند نفس المفاعل. طبعا لكل الامر راح اخليهم عند كاتيجوري انيميشن. تمام، وراح برضه الثاني اضيفه عند نفس الكاتيجوري حتى اقدر اني اميز ما بينهم. تمام، الان راح اروح الى الانيميشن هنا اللي انا قمت بتحميله في الحلقة الاولى عند السورد اور فايل وانيميشن، وراح اروح الى جريت سورد الى الاكويب. طبعا عندي هنا ملفين، كل الملفين اللي هنا، واحد للانتر يعني بداية سحب السلاح، والثاني لاعادة السلاح، فنحددهم الاثنين ونعمل لهم مثل ما عملنا بالانيميشن السابق الا وهو كرييت انيم مونتاج. الان فقط نحفظ. اوكي، راح نختار من هنا الانتر كومبات في بداية الامر، راح نوقفه فقط، ومن هنا راح اختار اوبن اسيت، وهنا عند الريت سكيل راح اخليه عند سالب واحد.
الآن نقفل الأنم مونتاج ونفتحه مرة ثانية، نفتح الانتر كومبات، نوقفه بس من هنا. راح أودي الشريط عند بداية السحب فيكون تمام هنا أفضل، عند 36 أو 37. فمن هنا من عند النوتيفاي هنا واحد راح نضيف add notify، ونضيف النوتيفاي اللي احنا أضفناه باسم attach ribbon blueprint. تمام، راعي انه يكون على الخط مباشرة. الآن راح أفعل attach to hand. تمام، لأن هذا خاص بسحب السلاح. راح أقول الآن أوكي. نرجع هنا ونروح إلى الأنم مونتاج الثاني باسم exit، راح أوقفه فقط. وهذا راح أضيفه عند بداية وضع السلاح، يكون تقريبا يعني يكون عند 14 أو يكون عند 15. برضو هنا من عند notify واحد راح أضيف له add notify، ويكون عند attach ribbon blueprint. وراعي أنه ما يكون محدد هنا attach to hand، لأنه راح يضيفه يرجعه إلى مكان. فنقول له هنا حفظ، ثم نحفظ الكل. الآن نرجع إلى السلاح الجريس سورد هنا، ولاحظ ان عندي الانيميشن اللي هو الانتر والاكزيت. فنحدد انتر كومبات هنا، والاكزيت نحدد له اكزيت كومبات. تمام، راح اقول له كومبايل وسيف. الان لاحظ انه الانيميشن اللي احنا سويناه هنا حيكون مفعل برضو بالسيف الثاني. فلما نروح الى السيف الاخر هنا، السيف الاخر حنلاحظ انه موجود، فنحدد من هنا للدرو. تمام، للانتر والاكزيت هنا نحدد ديسار، فنقول هنا كومبايل وسيف. طبعا هذه الصفحه تطلع لك انه لانك ما فتحتها من فتره، فتضغط على اوبن فول بلوبرنت اديتور، فحيكون يفتح لك بهذا الشكل. تمام، الان نروح الى اللاعب. حاجه مهمه لابد نعملها في اللاعب، بس لحظه قبل ما نشتغل على السورد كاركتر هنا، نرجع الى كلا الملفين اللي احنا قمنا بعملهم للانم مونتاج، ونحدد هنا الابر بادي نفس اللي سوينا مع الانيميشن الاول، سلوت نيم، ونحدد ابر بادي ونقول له سيف. طبعا هذا خاص للاكزيت. نروح الى الانتر برضو ونسوي نفس الشيء وياه حتى لا تكون اي مشكله عندي. تمام، الان نروح الى السورد، وهنا عند الانيميشن مثل ما نلاحظ عند سحب السلاح احنا وضعنا فقط عند سلاح واحد. نستدعي من هنا المين، نقول له get، ومن المين هنا نستدعي enter combat، وهذا نفعله بالانيم مونتاج. نفس الطريقة ناخذ المين هنا، نقول له get، وهذه راح يكون خاص للاكزيت، نقول له جيت، ونفعله بالانم مونتاج. الان كل ملف احنا وضعناه في الانتر كومبات حيتفعل معانا للسحب، كل ملف وضعناه للاكزيت يتحدد ويانا لوضع السلاح. راح نقول له كومبايل وسيف. الان نروح نتاكد فقط. فعندنا هنا مثلا كائنين، فنقدر نضيف كائن واحد لسلاح معين من عند الايتم، فنخلي هذا باسم سورد بلوبرنت، الثاني نخليه باسم هيفي او جريت سورد. الان لما نجرب هنا ونقول له حفظ للكل ونجرب النتيجه، ناخذ الاول مثلا، نضغط على سي، نضغط على الاي، حينوخذ معانا السلاح. تمام، نقدر نسحبه بكل سهوله. نروح للثاني الان ونضغط على الاي، حيو نضع السلاح الثاني عندنا برضو، نقدر نسحبه بكل سهولة. ولكن هنا المشكلة اني ما اقدر اسحب السلاح الثاني، لانه انا ما فعلت خاصية الاختيار بين الاسلحة، فهذا راح نشتغل عليها الان برضو. طيب، لعمل هذه الطريقة نحتاج ان احنا نفعل خاصية الانوميريشن، اللي هو نعمل البرمجة على شكل نوت، ونستخدم هذا النوت لتحديد الستايل الخاص بالهجوم. فنروح هنا عند البلوبرنت او بالخارج، بامكاننا نعملها بالخارج، نعمل فولدر جديد للانوميريشن ونسمي هذا باسم انوم، نخش عليه، ومن عند البلوبرنت نختار انوميريشن، هذا نسميه مثلا باسم كومبات انوم، نخش عليه ونضيف من هنا اد انوميريتر 1 2 3. الاول نخليه مثلا فاضي باسم نون، والثاني نخليه باسم light sword، والثالث نخليه باسم great sword.
طبعا في حالة ان عندك اكثر من سلاح بامكانك تضيف اكثر من سلاح هنا، وراح نعدل عليه هذه في المستقبل. نقول له فقط سيف هنا ونقفل هذه. الان نروح الى البيس ويبن، وهنا راح نضيف فاريبل جديد. هذا الفاريبل راح نسميه باسم كومبات تايب، تمام، ويكون النوعية هنا نخليه باسم كومبات انم. نقول كومبايل وسيف فقط حتى يفعل لي الخاصية هذه. وبإمكاننا نضيف هذا الكومبات تايب تحت الانيشاليزيشن، فنسحبه عملية إضافة هنا ونفعل خاصية العين، لابد تكون مفعلة هنا. برضو النيم هذا لابد يكون مفعل، ايوه يفضل يعني. فنقول كومبايل وسيف. الآن نروح إلى كلا السلاحين اللي احنا قمنا بإضافتهم. عندي هنا البيس سورد، ولو نلاحظ ظهر عندي الكومبات تايب هنا البيس سورد راح نخليه لايت، ونروح الى الثاني الجريت سورد راح اخليه جريت سورد. اذا عندك اكثر من سلاح تقدر تعطي اي اسم وتضيف له خاصية الكومبات تايب بعد ما تفعلها بالانوميريشن اللي احنا قمنا بعمله. نقول الان سيف هنا لكلا السلاحين. نرجع الآن إلى البيس ويبن. الآن نحتاج هنا أن احنا نعمل بلند سبيس لكل سيف من الأسلحة اللي احنا قمنا فيها، وهذه الطريقة راح تعملها برضو مع كل سلاح تضيفه إضافي على اللاعبين. فنروح هنا إلى الأنيميشن، إلى هنا وإلى الفايلز وأنيميشن إلى اللايت وإلى اللوكوموشن. من هنا أضغط بزر الماوس الأيمن واختار أنيميشن، وهنا أبحث عن بلند سبيس 1D. طبعا مو موجود عندي هنا في القائمة الأساسية، موجود في الليجاسي. طبعا هذه فقط الإصدار 5.2، فأختار هنا بلند سبيس 1D. واختيار هنا المانيكان، نختار المانيكان الخاص للشخصية اللي أنا فيها حاليا اللي هو SK مانيكان، فحيضيفه لك هنا تسميه باسم لايت سورد. الثاني راح نسوي له نفس الخاصية ولكن باسم آخر. نفتحه، عندي هنا البيانات اللي هو الهوريزونتال، طبعا ما عندي إلا خط واحد، فنسمي هذا باسم سبيد. هذا راح أخلي هنا الماكسيمام 500 حاليا. فمن عند الكونتنت هنا راح أروح إلى الأنيميشن وإلى اللايت وإلى اللوكوموشن، وراح عملية السحب فقط. فنسحب هنا الايدل، والآن راح أبحث عن الجاك فورد، راح أضيفه عند المنتصف، وبرضو الجاك فورد عند الأخير. الآن ننزل هذه فقط أسفل فنضيفه في الأخير. فعندنا هنا مثلا الآيدل. الآن للتجربة نضغط على كنترول هنا وأحدد هذا، حيسحب لك إياه. حنشاهد أنه بدأ بالآيدل ثم انتقل إلى الركض اللي هو الجاكل فورورد، تمام. الآن راح أقول له سيف هنا. نرجع هنا برضو ونروح إلى الأنيميشن الثاني ألا وهو الجريت سورد، ونختار اللوكوموشن. برضو راح نعمل نفس الطريقة، يعني خلينا نعمل هنا شوية. نروح ناخذ الأنيميشن ومن عند الليجاسي نختار بلند سبيس 1D، ونختار هنا المانيكان اللي احنا استخدمناه، راح نسمي هذا جريت سورد، تمام. نخش عليه. طيب نعمل نفس الطريقة اللي احنا عملناها، ناخذ الايدل، طبعا هذا الخاص لللايت، لا نرجع الى الجريت سورد لوكوموشن. طيب خلي هذا بس بالاعلى افضل. نروح عند السورد اور فايل انيميشن الجريت لوكوموشن، هنا نسحب الايدل، تمام، ونسحب الجاك فورد هنا نحطه بالمنتصف والثاني نحطه بالأخير. فنقفل هذه. الآن نقول له فقط سيف هنا، نقفل هذه. الآن فقط نقول له سيف أول، تمام. راح نروح إلى اللاعب الآن ونختار المانيكان هنا، ونختار هنا البلوبرنت. لاحظوا أنه اللوكوموشن هنا معمول مع البيس نفسه اللي يستخدم نظام الحركة للاعب. فمن هنا راح نختار جراوند، جيت جراوند سبيد، اوكي تمام. الان راح نستدعي كلا البلند سبيس اللي احنا قمنا بعملهم من هنا، بس خلوني ارفع هذا فوق افضل. هنا عندي اللايت او الجريت، لا خلنا نسحب اول شيء اللايت، عملية السحب للبلند سبيس هنا. برضو راح اروح الى الجريت سورد لوكوموشن، عملية السحب، تمام. راح اقفل هذه فقط، وراح اوصل
الجراوند سبيد بكلا الامرين. راح اقوله حاليا فقط كومبايل وسيف. تمام، الان احتاج الى بلو برنت انترفيس. هنا راح ننشئ واحد. طبعا احنا انشانا الفولدر الاساسي الا وهو انترفيس، فننشئ من هنا من البلو برنت انترفيس جديد، وراح اسمي هذا باسم انيم انستنس انترفيس، وهذا راح نسميه باسم ابديت كومبات تايب. تمام، راح اعطيه فقط انبوت، هذا الانبوت راح نسميه باسم كومبات تايب، وراح افعله بالانوميريشن اللي احنا قمنا بتفعيله، الانوميريشن او كومبات انوميريشن. تمام، راح اقول كومبايل وسيف فقط، ونروح الى البيس ويبن هنا بالضبط. راح نفعل هذه الخاصيه اللي احنا قلنا عنها من عند السورد كاركتر. راح نطلع من هنا جيت انيم انستنس، طبعا حيضيف له المش معه، ومن عند المش هنا راح نفعل ابديت اللي احنا قمنا باضافته بالانترفيس، فنقول من هنا ابديت ونختار الاول اللي فيه المسج. تمام، راح نضيفه هنا. لاحظوا انه حيعطيني هنا الكومبات، فناخذ من هنا الكومبات تايب واقول له جيت، ونفعل هذا الكومبات مع الكومبات تايب مباشرة هنا. تمام، خليه بس تحت هنا علشان لا نقدر. اوكي، نقول له الان كومبايل وسيف. الان راح نرجع الى الانيميشن بلو برنت، وهنا عن طريق الكلاس سيتنج راح نفعل عملية الانترفيس. فقط خلينا نقلل من هذه، ايوه، ونضيف له هنا اد. طبعا راح نضيف الانترفيس اللي احنا قمنا بعمله الا وهو الانيم انترفيس. راح نقول لكم كومبايل وسيف، راح يضيفه لك بالاسفل هنا. خلوني اوريكم الانترفيس. هنا الابديت راح يكون ظاهر عندك. الان تقدر تروح الى الايفنت جراف الخاص للانيميشن، وهنا راح تبحث عن ايفنت ابديت كومبات تايب، ومن عند هنا الكومبات تايب راح نعمل له بريموت تو فاريبلز، نخليه بنفس الاسم لانه هو اساسا مرتبط بالانوميريشن. فراح نقول هنا كومبايل وسيف. راح نرجع الى الانيم ايفنت جراف اللي البرمجه اللي احنا لسه ما انتهينا منها، الخاصه باللايت والهيفي او الجريت سورد. بس قبل ما نكمل، هنا عندي اللوكوموشن الاساسي، راح اضيفه هنا فقط. راح افصله من هنا فقط لاني راح اخذ هذا. اوكي، من هنا راح اضيف له سيف او سيفد كاشد، وهذا راح اسميه باسم ان ارمد لوكوموشن. وهنا راح نستدعي الارم ان ارمد لوكوموشن، راح اقول من هنا يوز كاش، وهنا نستدعي الارم لوكوموشن. تمام، راح اضيفه هنا فقط، هذا نبعده فوق عشان لا نلخبط، هذا نخليه هنا. تمام، الان راح من هنا نستدعي بلند كومبات انوميريشن. تمام، طبعا لاحظ انه هنا عندي فقط خانة واحدة، فنقدر من اي مكان هنا نحدد اللايت، ثم نضغط مرة ثانية من في المكان الاسود ونحدد الجريت. اللايت هنا عندي نحدده باللايت، والجريت نحدده بالجريت، هذا راح اضيفه هنا. الان عندي هنا الاكتف او الاكتف الخاص بالانوميريشن، راح نستدعي من هنا الكومبات تايب الموجود ونفعله هنا، فيكون عندي الكومبات تايب اللي تم تفعيله من شويه مع الانوميريشن اكتف، فيكون عندي بهذه الطريقه. نقول له كومبايل وسيف. لاحظوا انه ما عندي حاليا سلاح هنا، ونضغط على الاي ف سحب السلاح الاول، نسحب. شوف، لاحظوا انه يد اللاعب فيها مشكله، راح نعدلها هذه فيما بعد. الان ننزلها هنا السلاح، ونسحب السلاح الاخر. تمام، راح نقفل بعض المواد هنا اللي ما نحتاجها مثل هذا وهذا، شويه برضو هذا ما نحن نحتاجه. راح نفتح فقط الانيم انستنس انترفيس، وهنا راح اضيف فانكشن جديد، وهذا الفانكشن راح اسميه باسم ابديت ويبن اتاتش تو هاند، وهذا راح اضيف له انبوت هنا، وراح اخليه بوليان، وهذا الانبوت راح اخليه باسم اتاتش تو
هاند. الآن راح أروح إلى البيس ويبن، ومن الفانكشن هنا راح أضيف فانكشن جديد وأسمي هذا الفانكشن باسم set attach to hand، تمام. وراح أخذ is attach to hand هنا وأضيفه. طبعا لاحظ انه ما عندي هنا بوليون، فعملية السحب هذا البوليون واضافته في المكان الاسود هنا فيطلع لك علامة الصح فينضاف لك هنا. ومن هنا راح نختار get owner، ومن get owner راح اختار cast to character، طبعا هذا بشكل عام يكون، حوصله هنا، تمام. من عند as character راح اختار get anim انستنس، طبعا حينضاف لك المش مثل ما عملنا من شوية. ومن عند get anim انستنس راح اضيف الانترفيس الجديد اللي قمت بعمله ولو هو ابديت وبن اتاتش تو هاند، تمام. وراح اضيف هذا هنا. الان راح اخذ اخر شيء is attach to hand واضيفه عند attach to hand فقط حتى يفعل لي الخاصية هذه. انا راح اقول لكم بايلو سيف، ومهم جدا يكون is attached to hand private لاني ابغاه يكون خاص فقط للويبن بلوبرنت. راح نعمل برضو فانكشن جديد، وهذا الفانكشن راح اسميه باسم is attached to hand، وهذا راح نضيف له output هنا. هذا الاوتبوت راح اسميه باسم value، راح اخليه boolean لان هذا البوليون راح نربطه مع ال is attached to hand، تمام. واخر شيء الاساس هنا راح يكون بيور. راح اقول لكم بايل وسيف. الان راح نرجع الى اللاعب نفسه سورد كاركتر، وهنا لابد نغير بعض المعلومات الا وهو هنا هذا لابد نحذفه. ومن عند المين ويبن هنا راح نستدعي is attach to hand، راح افعله هذا هنا. برضو عندي هنا الاتاتش تو هاند هذه راح نحذفها، ومن عند المين ويبن راح نقول له set attach to hand هذه راح افعلها هنا. برضو بالاسفل هنا راح نعمل نفس الطريقة، راح نقول له set attach to hand هذه راح افعلها هنا. ولا ننسى يكون الاول الا وهو الخاص بالانتر يكون فعال is attached to hand، الثاني ما يكون فعال. الآن راح نرجع إلى الانيميشن الخاص باللاعب هنا ونروح إلى الايفنت جراف، فمن هنا نستدعي الابديت الآخر اللي احنا قمنا بعمله ألا هو event update وبن attached to hand، تمام. وهنا عند attached to hand نعمل له remote to variable، تمام. فنقول هنا compile و save. الآن نرجع إلى الأنيم جراف هنا، من عند هنا نوسع شوية، من هنا نختار blend poses by pole، راح نأخذ فقط الاتاتش تو هاند ونضيفه عند active value، راح نقول له compile و save. هنا الآن اللي تروح يفعل لي عملية سحب السلاح إما اللايت أو الجريت، باقي عندي فقط الفولس. الفولس هنا راح أخليه use، الأنارمد هنا فنختاره هو فنقول له فقط compile و save فيتفعل عندي في حالة الفولس. فراح أرجع الآن إلى اللاعب stored character، وهنا راح أنشئ function جديد، وهذا function راح أسميه باسم set main weapon. راح أخذ المين weapon هنا حوصله هنا، وراح أسحب النود الخاص بالوين weapon وأضيفه عند المكان الأسود هنا حيطلع لي صح. الآن حفصل هذه البيانات كلها، فقط أني أحتاج أنشئ هنا variables، فمن هنا راح نطلع سيكوينس لان نحتاج اكثر من برمجه. وهذا السيكوينس راح نسحب له من هنا المين ويبن واقول له جيت، من المين ويبن هنا راح نطلع از valid، هذا راح اوصله بالذن زيرو، ومن المين ويبن برضو راح نطلع اون انكويبد، هذا راح نوصله بالاز valid. الان راح ناخذ برضو المين ويبن واقول له جيت، طبعا بامكاني استخدم نفس النود اللي هنا اللي انا استخدمته حق المين ويبن، ولكن حيكون هنا بعثر اللي هو الخطوط فيفضل تستخدمه من نفس الاساس. هنا نطلع نود ديستروي اكتر حتى يحذف لي السلاح في حاله اني استلم سلاح اخر. راح اغير فقط النود اللي هنا اللي انا سميته او اللي احنا اخترناه من هنا باسم مين ويبن، وراح اسميه باسم نيو ويبن،
الآن الدن وين هنا اللي يطلع من سيكونس راح أوصله بالمين وبن هنا، بس خليني أنسق هذه بشكل أفضل. الآن راح أستدعي النيو وبن هنا، أو بإمكاني أوصله بشكل مباشر، ولكن مثل ما قلنا حتى نعمل المكان نظيف، فمن هنا نستدعي جيت نيو وبن، هذا نوصله هنا. طبعا راعي انه يكون المين وبن من البيانات الخاصه فيه برايفت، لانه ابغاه يكون خاص فقط للكاركتر سورت، فاقول له هنا كومبايل وسيف. راح اقلل فقط عدد البيانات الموجوده فوق، راح نقفل هذه ما راح نحتاجها حاليا، وهذه راح اخلي الباقي. راح انشئ برضو من عند السورت كاركتر فانكشن جديد، وراح اسمي هذا الفانكشن باسم جيت مين وبن. تمام، هذا راح اعطيه اوتبوت، وراح يكون هنا المعامل بيس وبن فلو برنت، وراح اختار اوبجكت ريفرنس، وراح اخلي الاسم هنا فقط فاليو. الان راح اسحب المين وبن واضيفه عند الفاليو هنا. برضو هنا جيت مين وبن راح احدده واحدد كلمه بيور، فنقول له كومبايل وسيف هنا. الان راح ارجع الى انم نوتيفاي الملف اللي احنا عملناه اتاتش وبن وافتحه. الان اول ما اقول له كومبايل من هنا حيطلع لي خلل، لانه تم تعديل بيان المين وبن، فنقول له كومبايل، فالمين وبن هنا يعطيني خلل لانه غيرنا بياناته وخليناه برايفت، فما راح يتفاعل معي في اي معامل اخر. طيب الان راح نحذف هذا المعامل اللي مثل ما قلنا تغيرت بياناته، ومن هنا راح نطلع جيت مين وبن. فهنا يعطيك اياه باسلوب الفانكشن وليس باسلوب النود، لانه تغيرت بياناته وصار بيور. فكل البيانات اللي كانت من ساعه مرتبطه بالجيت مين وبن راح ترتبط الان هنا، من ضمنها طبعا هذا البيان، او نحذف هذا ونعيده من جديد. من هنا هذا واحد، هذا البيان برضو، وهذا البيان، هذا البيان. انا اقول لكم بايل وسيف، خلاص تعدلت النتيجه. برضو راح نروح الى البيس وبن بلو برنت، وراح نفتح الاونك ويب. هنا هنلاحظ انه عندي برضو المين وبن، فيعطيني خلل لما اعمل كومبايل، فراح هذا نحذفه. ومن هنا راح نطلع ست مين وبن، هذا راح اوصله هنا، وهذا راح يتوصل هنا. تمام، قال لكم بايل وسيف. طيب الان لما نبدا اللعب هنا، لاحظوا لما اروح مثلا اسحب هذا السلاح واقول له من هنا كويب، طيب راح اروح اسحب السلاح الاخر واقول له من هنا كويب برضو، عندي مشكله بعظمه اليد. تمام، راح اوريكم بشكل افضل من هنا، لاحظوا مشكله عظمه اليد. طبعا هذه المشاكل اللي تواجهنا راح نعدلها على مدى السلسله بالكامل، ولكن ما يمنع ان احنا كل فتره وفتره نعدل حاجه بسيطه حتى نقيم اللاعب بشكل افضل. راح اروح الى اللاعب سورد كاركتر، وهنا راح انشئ فاريبلز جديد. هذا الفاريبل راح اسميه باسم كومبات انيبل، تمام، وهذا راح اخليه بولين. ثم راح انشئ فانكشن جديد، واسم الفانكشن هذا راح يكون كومبات انيبلد. فقط راح اسحب الكومبات انيبلد هنا واضيفه هنا، ثم الكومبات انيبل هنا النود راح اسحبه واضيفه برضو عند النود الفانكشن. طبعا يفضل يكون الكومبات انيبل هنا برايفت، فقط خاص للسورد كاركتر. راح انشئ برضو فاريبل جديد، وهذا الفاريبل راح اسميه باسم از كومبات انيبل، وهنا الكومبات انيبلد هنا راح اخليه ست. طيب راح ارجع الى الاز كومبات انيبل هنا، وراح اسحب الكومبات انيبل هنا واقول له جيت، وراح اطلع من هنا نود ريتيرن نود، وهذا راح اعطيه اوتبوت، وراح يكون بوليان، وراح اسمي هذا باسم فاليو، راح اوصل هذا هنا. بالاخير راح احدد از كومبات انيبلد النود هذا، راح اخليه بيور. الان راح اقول كومبايل وسيف. الان راح ارجع الى سيت كومبات انيبل هنا، وراح اخذ المش الخاص باللاعب، ومن هنا راح نطلع جيت انيم انستنس، وهذا راح نفعله بابديت وبن اتاتش تو هاند، هذا راح اوصله هنا.
والنود هنا راح يتوصل باتاتش تو هاند. تمام، راح اقول لكم بايل وسيف. راح فقط نغير المسمى الخاص بالابديت ويبن اتاتش تو هاند من هنا. راح اروح الى انتراكتبل بلوبرنت، ثم الى انيم انستنس انترفيس، وهنا عندي ابديت ويبن اتاتش تو هاند. راح فقط اغيره الى ابديت كومبات انيبلد، وبرضو عندي هنا اتاتش تو هاند راح اسميه باسم كومبات انيبل. راح اقول لكم بايل وسيف. الان تغيير بعض البيانات المهمه، راح نروح الى اللاعب هنا كاركتر سورد، واروح الى الايفنت جراف. هنا عندي الخاص بسحب السلاح اللي هو الانتر والاكزيت، راح احذف فقط اذا اتاتش تو هاند، وراح استخدم is combat enable وحوصله هنا. الان راح احذف البيانات اللي هنا كلها مع هذه، وراح استخدم بديل عنه set combat enable، وراح افعل combat enable هنا. برضه راح اسحب set combat enable هنا من دون تفعيله، لانه هذا خاص بالانتر وهذا خاص بالاكزيت. برضه راح اروح الى البيس وبن بلوبرنت، وراح احذف set attached to hand هنا، ما راح احتاجه. برضه is attached to hand، برضه عندي هنا الفاريبلز is attached to hand، برضه راح نحذفه، هذا كله ما راح احتاجه حاليا، وراح نقول له فقط كومبايل وسيف. برضه راح اروح الى البيانات الحركيه الخاصه باللاعب، بامكانك عن طريق اللاعب نفسه من هنا تروح الى الميش والى هنا. تمام، تضغط على هذا. تمام، عندي هنا لو نشاهد الايفنت جراف، نقول له من هنا ريفرش نودز. تمام، حيحذف لك البيان اللي هنا، حتوصله مباشره هنا، وتغير المسمى هذا الاتاتش تو هاند الى كومبات انيبلد، حتقول له فقط كومبايل وسيف. راح ارجع الان الى البيس ويبن بلوبرنت. تمام، عندي البيان اللي هنا، راح احذف فقط البارنت، وراح نطلع او نستدعي من هنا set equip. تمام، ومن هنا راح نجيب البيانين اللي هنا فقط، نوصلهم هنا، وهذا راح نستدعي منه attach actor. الآن عندي هنا العظمة، العظمة هذه راح نطلع منها select، تمام، ومن عند اللاعب هنا راح نطلع من عنده is combat enable، هذا راح نوصله هنا مباشرة. طبعا أول ما توصله هنا حيتحول، يعني تخيل إنه كان من شوية integer، الآن حيتحول إلى boolean بناء على البيان الموجود هنا. لان عندي هنا الفولس اند ترو، فولس راح نستخدم له اتاتش سوكت نيم، والترو راح نستخدم له هاند سوكت نيم. راح نقول لكم كومبايل وسيف. واخر شيء راح ارجع الى سورد كاركتر، وراح اروح الى سيت كومبات انيبل هنا. تمام، عندي هنا النود يحتاج الى ريفرش برضو، راح اوصل هذا هنا، اقول لكم كومبايل سيف. راح يروح الخلل اللي عندك، لان احنا حدثنا هذا البيان بشكل كامل. الان راح نجرب اللاعب فقط، راح نروح الى السلاح الاول هنا. تمام، وراح نسحب، نروح الى السلاح الثاني برضو نسحب، سحب السلاح الاول. لاحظوا انه ما حصلت المشكلة الموجودة عندي هنا، ولما اقول له مثلا كذا تمام. حاليا راح نوقف هنا فقط حتى لا نطول عليكم الشرح، وراح نكمل معاكم تعديل البيانات. فهذا كل شيء لهذا اليوم، اتمنى يكون هذا الدرس افادكم. اشوفكم على خير باذن الله في الدروس القادمه. معاكم جيمز ديزاينر، مع السلامه.